برنامج صباح الخير يا مصر طبعا هو جزء، لانه طبعا احنا تلفزيون الدوله الرسمي، فهو جزء من تحرك الدوله للوصول لغزه. طبعا احنا جينا عشان نرصد عمليه اعاده الاعمار بتتم ازاي، والتحركات المصريه بشكل عام. عمليه اعاده الاعمار بتتم، يمكن كان من ضمن الابراج اللي تم رصدها في عمليه ازاله الركام، برج تعرض للقصف وتم ازاله الركام فيه في 3 ايام. فاحنا موجودين عشان نرصد هذه الصوره، وعشان نوصلها للشعب المصري ونوصلها للعالم بان مصر هي فلسطين وفلسطين هي مصر. بنحاول من خلال تواجدنا داخل غزه اننا ننقل لحضراتكم صوره على ارض الواقع عامله ازاي، قد ايه الشعب ده شعب قوي وجبار رغم كل شيء، رغم الحصار والمعاناه، عندهم حب للحياه.